وكيف يبدو الوضع الطبي والحياتي؟ أهلا بك سيدي، السلام عليكم. عليكم السلام. سيدتي، لا تزال قوات النظام مدعومة بشبيحته وعناصر حزب الله تتابع اليوم الرابع عشر على التوالي الهجوم على أحياء حمص القديمة والخالدية وباقي الأحياء المحاصرة دون أن يحرزوا أي تقدم، ولله الحمد. وهذا يعود لشجاعة أبطالنا ولقوة إيمانهم، لا للسلاح الذي تكلمت عنه هيئة الأركان بأنه قد وصل لحمص. أبطال حمص قالوها سابقا لن يخرجوا ولن ينسحبوا، إما النصر أو الشهادة. فليعلم هذا شبيحة وفسقته. ولكن فقط ما يؤلمنا هو ما يحدث وما يصيب الأطفال والنساء والمدنيين داخل الأحياء المحاصرة، فهم يعيشون بحياة سيئة للغاية في ظل انقطاع الكهرباء والماء والمواد الإغاثية. أما على الريف الحمصي غربا إلى قرية الزارة، النظام لا يزال يواصل عمليته وخطته الإرهابية بتطهير الريف الغربي لحمص من أبطال الجيش الحر. ولكنه منذ 3 أيام والحمد لله قامت قوات الجيش الحر في قرية الزارة بصد هذا الهجوم وتدمير 5 دبابات لقوات النظام. وتجدد هذا الهجوم اليوم فدمرت بعض العربات، ولكن النظام استخدم الطيران الحربي وقصف براجمات الصواريخ القرية مما أدى لسقوط عدد كبير من الجرحى. أما على الريف الشمالي لحمص فتجدد القصف على قرية الدار الكبيرة وقرية الحولة ومدينة الرستان، وخرجت مظاهرة تنادي بإسقاط النظام في مدينة تلبيسة. شكرا لك أبو روان الحمصي الناطق باسم شبكة شام في حمص وريفها على هذه الإشارة.